إذا مشاهدينا ومتابعي تي في بازيدا ما زلنا متواصلين معكم في تغطية حفل زفاف الشاب رائد الشمراني. وفي هذه الأثناء تواجد إلى جانبي كبير مذيعي جدة الأستاذ فريد مخلص. أهلا وسهلا ومرحبا بك عبر إذاعة أو عبر قناة خالد بازيدان. أولا ما الكلمة التي توجهها إلى عريسنا رائد الشمراني؟ الحقيقة فرصة طيبة إن أنا يعني أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لعريس هذه الأمسية الحبيب رائد الشمراني. الحقيقة عندما يعني وجه لي ولصديقي علي فقندش أخو عبد الله الشمراني قلنا إن شاء الله تكون الظروف مواتية ونحضره بالفعل، يعني بالرغم إن أنا نسيت المناسبة لكن علي ذكرني وجينا سوا وما في شك إنها مناسبة سعيدة. أدعو الله سبحانه وتعالى إنه يكلل هذا الحفل بالنجاح ويسعده ويرزق الذرية الصالحة. وأجمل ما في الحقيقة الحياة أن الواحد يشارك في مثل هذه المناسبات السعيدة، وما في شك إنه أنا يعني وعلي دائما يعني السعداء بأن نشارك في مثل هذه المناسبات. ومرة أخرى أتمنى للعريس مزيد من التوفيقية والنجاح في حياته الزوجية إن شاء الله. شكرا لكم.